السيد عدنان الباتشيتشي وزير الخارجية العراقي ونائب البرلمان العراقي السابق والسياسي العراقي، مرحبا بك معنا في هذه المقابلة على قناة الحرة. أهلا وسهلا بك. الملف الأمني في العراق بعد الانسحاب القوات الأمريكية ما زلنا نشاهد حالة زعزعة وعدم استقرار في العديد من المدن العراقية. من برأيك لم يمسك لغاية الآن بزمام المسؤولية تجاه ما يحدث؟ المسألة الواضحة كانت أنه قوات الأمن لم تكن جاهزة لتحمل مسؤولية فرض النظام والأمن والاستقرار في البلد. أولا لم تكن لديها المعدات والأسلحة، وكان مستوى تدريبها ضعيف، بس الأهم من ذلك كله ولاءاتها موزعة، لم تكن يعني الولاء المفروض ولاء القوات الأمنية يجب أن يكون للدولة العراقية، بس الولاءات موزعة على الأحزاب وعلى الطوائف وعلى المذاهب وعلى العرقيات، ولهذا يعني قوات الأمن ما كان لها الإمكانيات والقابلية والاستعداد للقيام بواجبها. برأيك يعني الآن هل ترى أن حكومة المالكي قد فقدت الثقة بالنسبة خلينا نقول للشارع العراقي، وفقدت ثقة بعض الدول العربية وتعاطفها يعني؟ فيما يتعلق بالدول العربية لم تكن هناك ثقة لحكومة المالكي منذ البداية، لأنه كانت هناك شكوك بأن ارتباطاتها مع إيران كانت قوية جدا، وحزب الدعوة بشكل خاص. أما فيما يتعلق بالثقة الشعب العراقي، أظن الثقة زالت ما في شك، لأنه حكومة في كل المقاييس حكومة فاشلة، حكومة فاشلة لم توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة، من الأمن إلى الخدمات الأساسية إلى فرص العمل، كل هذه في صار لها 6 سنين في الحكم، يعني هو صار له 6 سنين في الحكم وما نجح في أي شيء مع الأسف. وذكرت اتهام طارق الهاشمي ملف كبير والتي صدرت من الحكومة العراقية لمثوله أمام القضاء، ما تعليقكم عليه؟ هناك من يلفق التهم للهاشمي أم هو في ورطة فعلية؟ والله هي هذا موضوع الحقيقة يستوجب الدهشة والاستغراب. نعم. يعني قيل لنا بأن هذه التهم تعود إلى عدة سنوات، بس السؤال إذا كان هذا صحيح، وإذا كان طارق الهاشمي ضالع في عمليات إرهابية منذ مدة من الزمن، لماذا تثار هذه القضية الآن؟ لماذا لم تثار قبلا؟ بعدين الطريقة اللي صارت فيها نوع يعني محاولة للمس بكرامة الشخص هذا، ومهما كان كان يشغل مركز يعني مهم في الدولة، فهي مو طريقة لل، وبعدين يجيبون اعترافات في التلفزيون، يعني تعرف الاعترافات هذه في التلفزيون هذا اسلوب انا ممجوج اعتبره، لانه ما تعرف اذا كان هذه الاعترافات هي حقيقيه ام هي انتزعت من المعترف تحت التعذيب والضغط والهذا. فيعني الاعترافات قيمتها اقل بكثير من الادله والبراهين، ولهذا أنا عندي نوع من الشك لما أسمع شخص يعترف، أنا هذا ما أعتبره كافي. نعم. لإدانته اللي إذا كانت هناك أدلة واضحة تدين الشخص هذا. فيعني الطريقة اللي عولجت بها القضية هذه طريقة مو صحيحة. تجد أن إيران هي مصدر المتاعب في العراق بسبب تدخلاتها وتسييرها لبعض المسؤولين والأحزاب؟ إيران تلعب دور مضر جدا في العراق، لأن إيران تعتقد بأن من حقها أن تكون الدولة الكبرى في المنطقة، وتعتبر العراق جزء من منطقة نفوذها في المنطقة،
وصارتنا فرصة فريدة بعد الغزو الأمريكي، بحقيقة الإيرانيين استفادوا من الغزو أكثر من أي دولة أخرى، فصار نوع من الفراغ السياسي والأمني في العراق، فهي حاولت أن تملأ هذا الفراغ ونجحت إلى حد بعيد. ولهذا يعني أنا أشوف المستقبل راح يكون يعني جهود العراقيين للتخلص من هذا النفوذ الإيراني إذا كان في ذاك في الإمكان، هاي مشكلة كبيرة أمام نعم. العراقيين. ما الذي يحتاجه العراق للنهوض سياسيا واقتصاديا وتصحيح علاقاته الدولية؟ والله أعتقد العراق يعني الشعب العراقي مثل أي شعب آخر هو اللي يصنع مستقبله. يعني العراقيين لازم يعرفون أنه ما حد راح يجي يساعدهم، ولا راح يجي أحد يقول لهم تفضلوا نسوي لكم دولة، لا لازم هم يسووها، والطريق صعب وشاق وفي مشاكل كثيرة. بس المهم أنه يعني العراقيين الآن اختاروا الديمقراطية كأسلوب للعمل السياسي. الديمقراطية نظام صعب جدا، والناس تتعلمه بالممارسة ويحتاج إلى وقت، وليس هناك أي ضمان من الانتخابات سيكون نتيجتها مجيء الناس صالحين للحكم. لا، في كثير من الأحيان تصير انتخابات لكن الناخب العراقي ينتخب أشخاص غير مؤهلين، هاي صارت. بس على الأقل الانتخابات الدورية تعطيه فرصة أنه يعيد النظر في أي قرار قد اتخذه في السابق. فطريق رحمة راح يكون سهل، بس لازم العراقيين يتحملون المسؤولية. أنا أعتقد أن هناك قوة سياسية مبعثرة في العراق، و القوى اللي تؤمن بالدولة المدنية الحضارية وترفض الطائفية بكل أنواعها وأشكالها. أظن هناك عدد كبير من العراقيين يستجيب إلى الطروحات هذه، بس مع الأسف اللي مؤمنين بالطروحات غير منظمين، يعني ما موحدين جهودهم ولا. فأرجو أن يكون في الإمكان أن تصير هناك حركة سياسية جديدة قائمة على أساس نبذ الطائفية وعلى أساس الانتماء العراقي الواحد للدولة العراقية وللشعب العراقي، والنظام الديمقراطي وسيادة القانون، وأعتقد الشعب العراقي سيستجيب مع الوقت إلى هذا. طبعا مثل ما قلت لك الانتخابات الماضية أسفرت عن مجيء أشخاص أنا برأيي غير صالحين للحكم، وثبت الشيء هذا. لكن الشعب العراقي ممكن أن يعيد النظر في انتخابات مقبلة، وهذا هو أملنا الوحيد. في الختام شكرا لك أستاذ عدنان الباتشي، وزير خارجية العراق ونائب البرلمان العراقي السابق، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لك.